بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسمعوا قول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله عز وجل من كل شاغل، وفوض أمورك كلها إلى خالقك، وتوكل عليه في جميع ما يظهر من تحركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، وودع الدنيا والراحة والخلق. في الميقات العمل الأول المستحب أن تخلع عنك ثوب الدنيا لتغتسل بماء التوبة، هو غسل الإحرام. الغسل هو بماء، ولكن نية الغسل المعنوية أن يتطهر الإنسان بماء التوبة، وهو ينوي أن يجرد نفسه من أثر الدنيا، وأن يجرد قلبه من الخطايا والآثام. لذا يستحب حينما يغتسل الإنسان غسل الإحرام أن يقول داعيا لله تعالى: اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري. نية الغسل هي أغتسل غسل الإحرام. هلأ بما أن العمل الأول هو للعمرة، يعني غسل الإحرام لعمرة التمتع اللي هي من حج التمتع. واحد عم بحج عن نفسه، يعني عن نفسه، الغسل ليس واجبا قربة إلى الله تعالى. النية ليست واجبة من حيث التلفظ، التلفظ ليس شرطا في النية، يكفي أن يقصد الإنسان بقلبه أن يغتسل غسل الإحرام للعمرة، هذا هو كاف من دون أن يتلفظ بأي شيء. وكيفية غسل الإحرام نفس كيفية الأغسال الأخرى، مثل غسل الجنابة، الاحتياط فيه أن يغتسل أولا، يغسل الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر. بعد الغسل مباشرة البس ثوب الإحرام. ثوب الإحرام للمرأة أن تختار فيه أي ثياب، ولكن أن لا يكون الثوب من حرير، وأن لا تغطي وجهها، وأن لا تلبس القفازين، الكفوف بالعامية. أما بالنسبة للرجل فثوبه خاص، هو عبارة عن ثوبين شبيهين بالكفن، ثوب متواضع. كل الحجاج يلبسون نفس الثوب، الغني، الفقير، العالم، الجاهل، الرئيس، المرؤوس، الغني، المشهور، المغمور، كل الناس يلبسون نفس الثوب. إنه ثوب يذكر الإنسان برحلته في عالم الآخرة. هما منشفتان، يستطيع الإنسان أن يجعل معهما ما نطلق أو نطلق عليه بالعامية الدبوس، ما في مشكل فيه. ويستطيع الرجل أن يلبس ما يسمى بالهميان. هميان هو عبارة عن حزام عادة يربطه الرجل حول بطنه ويضع فيه النقود، وهذا يثبت ما يلبسه الإنسان من ثوب إحرام، كما نرى الهميان على الشاشة واضحا. بعد أن يلبس الواحد منا ثياب الإحرام، يستحب أن يصلي لله سبحانه وتعالى. يستحب أن يصلي ركعتين، هما كصلاة الصبح. ينوي، والنية هنا أذكر لا يشترط فيها التلفظ، ينوي أنه عم بيصلي ركعتين للعمرة،
لعمرة التمتع من حج التمتع. وإذا أراد أن يزيد ثوابه فليصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، كل ركعتين تبدأان بتكبيرة الإحرام وتنتهيان بالتشهد والتسليم. يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وينوي بصلاته هذه أنه يقدم في بداية إحرامه أفضل الأعمال، لأن الصلاة هي أفضل الأعمال. بعدها بعد الصلاة ينوي نية الإحرام. هلأ المكان الذي ينوي فيه نية الإحرام إذا كان في مسجد الشجرة عليه أن يكون داخل مسجد الشجرة، وإذا كان الجحفة ما في مشكل، في أي مكان من الجحفة سواء داخل المسجد المبني حديثا أو خارج المسجد لا مشكلة في ذلك، ولكن في مسجد الشجرة داخل المسجد ينوي الإحرام. نية الإحرام لها خصوصية تختلف عن نية العبادات. نحن في العبادات بشكل عام، مثلا نية الوضوء، نية الصلاة، نية الصوم، النية عادة هي عبارة عن القصد، وهذه النية لا يشترط فيها التلفظ ولا يستحب فيها التلفظ. فلا يشترط في الصلاة مثلا أن يقول أصلي صلاة الظهر واجبا قربة إلى الله تعالى، ولا يستحب. النية هي عبارة عن قصد، أتوضأ لصلاة الظهر واجبا قربة إلى الله تعالى، لا هذه شرط ولا هي مستحبة. النية لا يشترط فيها التلفظ ولا تستحب إلا في الإحرام، فإن النية في الإحرام مستحب أن تتلفظ بها وأن تحدد طبيعة عملك. يعني الآن واحد يحج أول مرة، أول حجة تسمى حجة الإسلام، أول حجة واجبة يحجها الإنسان تسمى حجة الإسلام. طيب حجة الإسلام بالنسبة إلينا نحن ونحن بعيدون عن مكة أكثر من 90 كيلومتر تقريبا 90 كيلومتر، نحن بعيدون، يعني حجنا هو حج التمتع، وحج التمتع يبتدئ بعمرة التمتع ثم بعد ذلك حج التمتع. شو بين الواحد؟ بنوي إذا كان يحج أول مرة هكذا، أحرم لعمرة التمتع من حج التمتع من حجة الإسلام عن نفسي، يعني ليس نائبا، عن نفسي واجبا قربة إلى الله تعالى. أحرم لعمرة التمتع من حج التمتع من حجة الإسلام عن نفسي واجبا قربة إلى الله تعالى. إذا واحد عم بحج حج مستحب، أحرم لعمرة التمتع من حج التمتع عن نفسي قربة إلى الله تعالى. بعد أن ينوي نية الإحرام وينوي بنية الإحرام أنه حرم على نفسه كل ما يمنعه من ذكر الله ويحجبه عن طاعته، بعدها يصل إلى التلبية، يلبي نداء الله، يلبي دعوة الله، يقول أمام الله سبحانه وتعالى وهو يستحضر أن الله تعالى قد دعاه إلى ضيافته، وها هو يقف بين يديه يريد أن يلبي الدعوة، فيقول بكل خشوع وخضوع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وإذا أراد أن يزيد ثوابه فالمستحب بل الأحوط استحبابا أن يكمل: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإذا أراد أن يزداد ثوابه فليكمل: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، إلى آخر ما ورد في كتب الأدعية. وعلى الملبي أن يتذكر أنه يخاطب الله وهو يلبي، ويفكر بينه وبين نفسه: هل يقبله الله ضيفا في الحج؟ سلام الله تعالى على الإمام الصادق،
يروي أحد الذين صحبه في موسم الحج، يقول: كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد أن يخر من راحلته. قلت: قل يا ابن رسول الله، ولا بد أن تقول. فقال: كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يقول تعال لي لا لبيك ولا سعديك. الحج لابد للإنسان فيه أن يلتفت إلى أسراره، فللحج أسرار معنوية. من هذه الأسرار ما جرى في حوار ورد بين الإمام زين العابدين عليه السلام وأحدهم ويدعى شبلي. قال له الإمام: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال له الإمام: أنزلت الميقات وتجردت من مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. قال: فحين تجردت من مخيط ثيابك، لأنه ثوب الإحرام كما سيأتي يشترط أن لا يكون مخيطا، فحين تجردت من مخيط ثيابك أو عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت عن الرياء والنفاق والدخول في الشبهات، لأن الخيط حينما يدخل في الثوب يدخل بشكل مخفي وكأنه يشبه النفاق والدخول في الشبهات. قال: لا. قال: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت. المقصود هنا النفي المعنوي وليس الفقهي. قال: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل ما حرمه الله عز وجل؟ قال: لا. قال: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله؟ قال: لا. قال: لا أحرمت ولا عقدت الحج. قال: أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة، يعني أنت تقف على باب الله على المعبر؟ قال: لا. قال: فحين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله تعالى بخير الأعمال من الصلاة وأكبر الحسنات؟ قال: لا. قال: فحين لبيت نويت أنك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وصمت عن كل معصية؟ قال: لا. قال: ما دخلت الميقات ولا لبيت. إن الحج له هذه الأسرار المعنوية التي على الإنسان أن يلتفت إليها ليحقق المكسب الكبير في الحج، كما أن له الأبعاد الأخرى، ومنها الأبعاد السياسية التي كان الإمام الخميني قدس سره يركز عليها. كان يقول: عندما تلفظون لبيك لبيك قولوا لا لجميع الأصنام واصرخوا لا لكل الطواغيت الكبار والصغار، لأنك تقول لله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنا لا أشرك معك شيئا. يحرم الإنسان من الميقات ويبدأ من الميقات رحلة الحج وهو محرم. هنا عليه أن يلتفت إلى أن الإحرام له خصوصيات شرعية، لأنه دخل في عالم لم يعتده. الآن عليه أن يراقب نفسه رقابة ما اعتاد الواحد منا أن يراقبها في حياته. بده يراقب عينه وأنفه ولسانه قدمه وشعره وبدنه بأمور قد لا يفهمها الإنسان بظاهرها،
ولكن لها مدلول كبير في عمقها. هناك محرمات، أبدأ بالمحرمات المشتركة بين الرجال والنساء. من المحرمات العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، ومن المحرمات الاكتحال بالسواد إذا عد زينة، ومن المحرمات إنشاء عقد الزواج، إنه واحد ما يقول هو محرم إنه ينوي يعقد عقد الزواج هو أو يعقد عقد الزواج لغيره، ومن المحرمات صيد البر. هلأ طبعا هاي المحرمات غير مبتلى بها عادة، ولكن صيد البر هنا مقصود منه صيد البر في كل الحرم. يعني نحن نلاحظ أنه يوجد منطقة هي منطقة الحرم التي هي أوسع من مكة، يوجد منطقة تحيط بمكة وتضمها. إذا منلاحظ هذه المنطقة، هذه مسجد التنعيم هنا، يعني المدخل الذي ندخل منه إلى مكة. هذه المنطقة تضم منى وتضم، لاحظوا، المزدلفة، ولكن تخرج منها عرفة. هي منطقة تحيط مكة وتضمها، اسمها منطقة الحرم. أيضا من محرمات الإحرام كما نلاحظ هو لبس السلاح. أيضا من المحرمات قتل هوام الجسد. هوام الجسد يعني هي عبارة عن الهوام التي تتكون من الجسد. بعض من المحرمات، هلأ بلش محل ابتلاء أكثر، إخراج الدم. إخراج الدم ما بيجوز، يعني ما بيجوز واحد أنه مثلا عمدا من دون ضرورة أن يخرج الدم مثلا بإبرة، أو أن يدمي نفسه بحيث يخرج الدم بالإدماء، هذا لا يجوز. هلأ طبعا في محرمين البعض بيشتبه فيهم، عندنا لا يجوز إخراج الدم ولا يجوز إزالة الشعر. إزالة الشعر كمان حرام. هلأ البعض بيربط بين إزالة الشعر وإخراج الدم. شو بيقولوا البعض؟ إنه ما بيجوز واحد يحك بالحج. هي الحك بالحج حك الجسم مش حرام، بس إنه إذا حك الجسد بشكل خشن أخرج الدم، خروج الدم حرام. إذا حك الجسد بحيث أزال الشعر، إزالة الشعر حرام، أما نفس الحك منه حرام. من المحرمات قلع الدرس إذا تسبب بإخراج الدم، هذا أيضا من ضمن مصادق إخراج الدم. من المحرمات التدهين بالكريم ونحوه لغير ضرورة، أنه افترضنا امرأة متعودي على نوع من الكريمات، هناك ما في حالة الإحرام أن تضع الكريم إلا إذا كان علاجيا لضرورة. من المحرمات المبتلى بها أيضا كثيرا التطيب. التطيب مقصود منه وضع العطر حرام، وأي تطيب آخر حرام. والتطيب الآخر مش ضروري يكون عطر مثل ما نحن عادة نستعمل العطر، يعني الصابون المعطر يحرم على المحرم أن يستعمله، الشامبو المعطر حرام واحد يستعمله، معجون السنان المعطر حرام واحد يستعمله. إذا كان في منديل محرمة معطرة بحيث إذا استعملها مثلا يتعطر بها، حرام يستعملها. أكثر من ذلك، في فقهاء بيحتاطوا أنه إذا واحد عم يأكل بعض الفواكه المعطرة أنه يلتفت ما يشمها لأنه فيها نوع من العطر. هذه رقابة للأنف، وهذه الرقابة للعطر الذي هو بالأصل مستحب في الإسلام. العطر هو من زينة المؤمن. النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف موضعه من المسجد من عطر المكان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأيضا من المحرمات النظر في المرآة بقصد الزينة، أيضا هذا حرام. طبعا إلا للموارد الضرورة، مثل أنه سائق افترضنا يريد أن ينظر إلى المرآة ليرى وراءه، هذه طبعا بيجوز، يعني إلا في موارد خاصة للنظر في المرآة لغير الزينة تجوز، ولكن النظر لأجل الزينة لا يجوز. من المحرمات تقليم الأظافر، ومن المحرمات التزين. لذلك إذا واحد افترضنا
امرأة عندها ذهب ما بيجوز تتزين بالذهب بالحج. واحد مثلا أن يضع شيئا عليه هو يعد زينة مثل بلاك خاص، ما بيجوز واحد أن يلبسه. طبعا إذا واحد مثلا الخاتم، في خواتم هي زينة ما بيجوز واحد يلبسها، بس الخاتم الذي يلبسه الإنسان لأجل استحبابه كالعقيق هذا طبيعي، يجوز أن يلبسه بقصد الاستحباب ولا مانع من ذلك. أيضا من المحرمات الفسوق، والمقصود من الفسوق هو الكذب والسباب والمفاخرة. هلأ الكذب واضح هو حرام بالأصل، بس مع الإحرام الحرمة تزداد، والسباب حرام بالأصل مع الإحرام تزداد. من المحرمات الجدال، والمقصود به إن واحد يقول لا والله بلا والله هذه حرام. ومن المحرمات محرم خاص بالحرم وهو قلع الشجر والحشيش، لأن منطقة الحرم منطقة آمنة على مستوى الصيد وعلى مستوى بعض النباتات. هذا بالنسبة للمحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة. في محرمات خاصة بالرجال، من ضمن المحرمات الخاصة بالرجال الرجل يحرم عليه أن يلبس ما يستر تمام ظهر قدمه. يعني إذا بده يلبس بده يلبس نوع من الحذاء بعض ظهر القدم ظاهر غير مغطى، أما إذا كان مغطى مثل ما نشاهد في الصورة فهذا لا يجوز. مثلا هذا يجوز لأنه مكشوف في بعضه. أيضا بالنسبة للمحرمات الخاصة بالرجال يحرم على الرجال تغطية الرأس بشكل كامل، أكيد حرام. يعني الواحد افترضنا يلبس طاقية، يلبس غطاء للرأس، حتى لو لبس افترضنا وضع على رأسه المنشفة بشكل كامل ما في يحط المنشفة، يعني قد هو رايح الحرم يكون في شمس يجي يشيل المنشفة بده يحط على رأسه، ما بيجوز يغطي فيه كمال أو كامل رأسه. حتى الطاقية مثلا ما بيجوز واحد يحط أيضا على رأسه شيء. هلا في بعض الفقهاء يجوز أن يغطي بعض الرأس، يعني إذا واحد افترضنا استحم يريد أن ينشف رأسه فينشفه بشكل جزئي جزئي، بعض الفقهاء يجوز ذلك. أيضا بالنسبة للمحرمات الخاصة بالرجال يوجد محرم خاص بالرجال هو التظليل في النهار أثناء طي المسافة. يعني واحد بده ينطلق من المدينة من مسجد الشجرة إلى مكة، من الجحفة إلى مكة، إذا كان بالنهار يحرم التظليل، يعني يحرم يطلع بسيارة فيها عليها سقف أو باص في عليه سقف. العمو في عليه سقف لأنه هناك يوجد باصات بلا سقف، هذا الشيء حرام أثناء النهار. لذلك ستلاحظون أن الحملات عادة تنطلق في الليل. من المحرمات أيضا للرجال لبس المخيط، فلا يجوز له أن يلبس شيئا مخيطا، لذلك بيلبس عادة مثل منشفتان. طبعا شيء المخيط المراد منه أنه الثوب عادة بيتكون بالخيط في ربط بعضه إلى بعض مثل الثياب عادة اللي بلبسها. أيضا كما ذكرت لبس الحلي اللي هو زينة ما بيجوز للمرأة أن تلبس ذلك. هذا هو عرض عام لمحرمات الإحرام، بس بدنا نلتفت أنه هاي المحرمات يمكن الواحد إذا سمعها يستغرب يتعجب أنه ما معنى يعني أنه حرام واحد ينظر في المرآة وحرام واحد يغطي القدم بشكل كامل وحرام واحد يوضع العطر وحرام يزيل الشعر. هذه مدرسة، هذا مخيم تدريبي أراد الله سبحانه وتعالى من خلاله أن يعودنا على مراقبة أنفسنا مراقبة دقيقة، يعني أن نراقب العينين أين أو إلى أين ينظر بهما الإنسان، ينظر إلى المرآة مع أنه حلال النظر بالأصل إلى المرآة، بس وقت الإحرام حرام النظر إلى المرآة التي تعود أن ينظر بهما إليها. أن يراقب أنفه أن لا يشم طيبا،
أن يراقب لسانه أن لا يجادل به، أن يراقب شعره أن لا يسقط منه شيئا، أن يراقب قدمه أن لا يطأ به على هوام أو أن لا يغطيه. هذه كلها مراقبة، هذا درس في المراقبة. معه يدخل الإنسان إلى مدينة الله مكة المكرمة. قبل البدء بشرح الطواف الذي هو العمل الثاني بعد الإحرام، فلنتعرف على معالم الطواف. الإنسان يدخل محرما إلى المسجد الحرام. هلا ممكن الحملة مثلا يروح واحد على البيت بيرتاحوا بيتوضوا بيرجعوا بينزلوا على المسجد الحرام، بيلتفت الواحد طبعا قبل أن يدخل المسجد الحرام أن يقف على بابه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، يوجد أدعية خاصة بقبول توبته باستقباله ضيفا قبل أن تقع عينه على الكعبة الشريفة التي أعزها الله سبحانه وتعالى، ثم يدخل للطواف. دخوله إلى المسجد أول عمل يقوم به هو الطواف. إذا واحد دخل إلى مسجد عادة ما هو العمل الأول الذي يستحب؟ الصلاة، لأن الصلاة تحية المسجد، ولكن تحية المسجد الحرام ليس الصلاة وإنما الطواف. يمتاز المسجد الحرام عن غيره من المساجد أن تحيته الطواف. العمل الأول وهو يدعو وهو خاضع وهو خاشع أن يطوف. قبل أن أذكر تفاصيل الطواف أود أن أعرض معكم بعض المعالم التي نستفيد منها أثناء العرض. هذه رسم للكعبة الشريفة. الكعبة الشريفة كما نعرف مؤلفة من 4 أركان. هذا الركن لقرب الباب فيه الحجر الأسود، هذا المكان هو مكان الحجر الأسود. هذا الباب باب الكعبة الشريفة. مقابل باب الكعبة الشريفة كما نرى يوجد مقام النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه. هذا المكان هو قبال الحجر الأسود. هذا الخط الذي نشاهده، هذا الخط لا مش موجود، كانوا بالأول مميزين محاذات الحجر الأسود بخط أخضر، الآن غير موجود. هذا مقام النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه، وهو واقع مقابل باب الكعبة. هذا جانب آخر من الكعبة فيه حجر إسماعيل كما كنا نرى. هذه الكعبة الشريفة صورة لها هذا الحجر الأسود كما نلاحظ قرب الباب الشريف. لاحظوا الحجر الأسود، هذا الخط الآن غير موجود، كان وقتها موجود الآن غير موجود. هذا حجر إسماعيل، هذا حجر إسماعيل، وهو حجر دائري مفتوح من الجانبين، من هذا الجانب والجانب الآخر. هذا مشهد آخر من الكعبة. منلاحظ هنا هذا المكان اسمه الشاذروان. الشاذروان هو مثل المصطبة اللاصقة للكعبة من أسفلها، اسمه الشاذروان. هذا المكان نلاحظ أن حجر إسماعيل واقع في مكان إلى جانب الكعبة مقابل الباب. هنا نلاحظ مقام النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه، حيث الصخرة التي وقف عليها النبي إبراهيم. هذا أيضا مشهد آخر، حجر إسماعيل يوجد تحت ميزاب الرحمة كما نلاحظ فوق الكعبة. منلاحظ أنه مفتوح من الجانبين، من هذا الجانب ومن الجانب الآخر. هنا إذا تعرفنا على هذا المشهد نلاحظ أن الطواف حينما يبدأه الإنسان لابد أن يبدأ به من محاذات الحجر الأسود، يبدأ به من محاذات الحجر الأسود. قبل أن أشرح بداية الطواف لابد أن نتعرف أن الطواف له شرائط. النية، نية الطواف، نية الطواف هي أن ينوي الواحد منا أنه يطوف حول الكعبة الشريفة 7 أشواط. كل يعني
تقدم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود اسمه شوط، فهو ينوي أنه سيطوف من الحجر الأسود، هذا المحاذاة الحجر الأسود يبدأ من هنا، ينوي بينه وبين نفسه أنه يطوف حول الكعبة الشريفة 7 أشواط لعمرة التمتع، من حج التمتع، من حجة الإسلام عن نفسي واجبا قربة إلى الله تعالى. فهو بينوي، لأنه عادة إذا واحد بده يدخل وين بيدخل؟ بيدخل مثلا من هنا من هاي المنطقة، يعني يدخل عادة إن الطواف قبل الحجر الأسود، يعني بيدخل مع الطائفين قبل الحجر الأسود. لما يدخل مع الطائفين قبل الحجر الأسود بينوي بينه وبين نفسه، لما أوصل عند الحجر الأسود يبدأ طوافه لعمرة التمتع، من حجة التمتع، من حجة الإسلام عن نفسي واجبا قرب الله تعالى. هذا أفضل شيء بالنسبة إلى النية. من شرائط الطواف الطهارة، بده يكون واحد على وضوء، من غير وضوء لا يصح الطواف، من غير وضوء ما بيصح الطواف. لذلك واحد بده يضبط الوضوء قبل أن يدخل إلى المسجد الحرام، بالبيت عادة بيتوضأ وبيجي. وأيضا لابد أن يلتفت إلى موضوع طهارة ثيابه، وطهارة ثيابه يعني أن لا يكون عليها نجاسة، وطهارة جسمه أن لا يكون عليه نجاسة. أيضا من شرائط الطواف، في شرط أساسي بالنسبة للحج هو الختان بالنسبة إلى الذكور، وهي اللي يعرف عنها عادة بالعامية بالتطهير. أيضا يشترط ستر العورة، هنا ستر العورة بلتفت بالنسبة للنساء، المرأة الذي يجوز لها أن تظهره عادة هو الوجه والكفين، من هون بلتفت لطبيعة لبسها، للجورب، لطبيعة الحجاب، لأنه بعض النساء الحجاب ما بيكونوا ضابطينه من الناحية الشرعية بشكل دقيق، متعودة أنه تحط الحجاب وتظهر البعض من جسدها الذي لا يجوز لها أن تظهره. هناك لابد من الالتفات إلى دقة الحجاب بحيث كل الجسم يكون مغطى إلا الوجه والكفين، كل الجسم الباقي يكون مغطى. ولابد من الالتفات أنه طبيعة الثوب خاصة بالنسبة للمرأة، لأنه كثير من النساء، أكثر النساء هناك يلبسنا الثوب الأبيض، أنه ما يكون شفاف بحيث أن هناك إذا عرق الإنسان يظهر من خلال ذلك الجسم. وأيضا يشترط في الطواف أن يكون اللباس مباحا غير مغصوب، وغير مغصوب هنا يعني عادة واحد ما بيسرق الكفن وبروح بحج، بس قد يتعلق الحق الشرعي في ما بيسرق ثياب الإحرام وبروح بحج، ولكن قد يتعلق الحق الشرعي بثوب الإحرام فبيجعل جزء منه مغصوب. هو ويطوف لابد أن يلتفت إلى بعض المسائل. من هاي المسائل أن الطواف عليه أن يكون بحيث أن يساره إلى جهة الكعبة، أن يساره اللي هو موقع القلب إلى جهة الكعبة، لأن الطواف هو عبارة عن طواف حول بيت الله، هو طواف الروح حول محور الله سبحانه وتعالى، هو طواف القلب حول محور الله سبحانه وتعالى. اليسار إلى الكعبة الشريفة، يبتدئ بالحجر الأسود، الكعبة على يساره، حينما يطوف عليه أن يطوف خارج حجر إسماعيل. نحن رأينا حجر إسماعيل، حجر إسماعيل فيه زاويتين مفتوحتين بين حجر إسماعيل وبين الكعبة كما لاحظنا ونلاحظ، هذا الجانب وهذا الجانب مفتوحتين، إذا بتلاحظوا هذا مفتوح وهذا مفتوح. إذا واحد بده يطوف عليه أن يطوف خارج هذا المدار، خارج حجر إسماعيل. أما إذا دخل الدخول يبطل الطواف، الدخول يبطل الطواف. هل يجب أن يكون الطواف بين الكعبة وبين مقام النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه؟ هلأ أغلب الفقهاء يقولون لا، أغلب الفقهاء يقولون لا. كان في بعض الفقهاء يقولون أنه يشترط أن يكون الطواف بين الكعبة الشريفة ومقام النبي إبراهيم عليه السلام،
الأغلب يقولون لا. لذلك خاصة بالنسبة للنساء، أيضا على الإنسان أن يلتفت أنه إذا اقترب من الكعبة الشريفة عليه أن لا يطوف وهو على الشذروان، وهو على الشذروان اللي شرحته اللي هو حفة الكعبة، ما يلتصق بحيث هذا الشذروان، ما يلتفت بحيث يطلع عليه، يعني سبعة أشواط ينتهي في آخرها عند الحجر الأسود. طبعا حينما ينتهي عند الحجر الأسود يكمل قليلا حتى يخرج، يعني حتى يعرف نفسه بأنه خرج من محاذاة الحجر الأسود، يكون قد انتهى طوافه. من أدب الطواف أن يمشي الإنسان بوقار بين البطء والسرعة، ومن أداب الطواف أن ينشغل الإنسان بذكر الله أو الدعاء أو قراءة القرآن. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من طاف بالبيت سبعا لا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات. وأيضا وردت أدعية مستحبة أثناء الطواف، وهذه الأدعية مذكورة في الكتب المختصة. وأيضا إذا إنسان أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يتوجه إليه، هناك بعض الأذكار، بعض الأدعية المستحبة، وقد تكون قصيرة ولكنها ذات مغزى كبير وعميق. أحدهم قال للإمام الصادق عليه السلام: دخلت الطواف الفريضة فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسعيت فكان كذلك، طول الطواف والسعي فقط يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. فأجابه الإمام الصادق عليه السلام: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. والطواف له ثوابه العظيم، ورد في الرواية بأن الله يباهي بالطائفين حول بيت الله وينزل عليهم كل يوم 60 رحمة ويعطيهم بكل خطوة حسنة ويمحي عنهم بكل خطوة سيئة ويرفع لهم بكل خطوة درجة، ولكن ما يزدان به ثواب الطواف هو ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام. وهذا ما يجعلنا في موقع الخضوع والخشوع أمام الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الباقر: فإذا طفت أسبوعا، يعني سبعا، كان لك بذلك عند الله عز وجل عهدا وذكرا يستحي منك ربك أن يعذبك بعده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهذه الروحية ينتهي الإنسان من الطواف ويدخل في صلاة الطواف. صلاة الطواف هي عبارة عن ركعتين، مثل صلاة الصبح، مثل صلاة الصبح. هاتان الركعتان نيتهما أصلي صلاة الطواف. ليه؟ هلأ فرمان النية: لعمرة التمتع، من حج التمتع، من حجة الإسلام، عن نفسي واجبا قربة إلى الله تعالى. هذه النية لا يستحب التلفظ بها، هاي النية لا يستحب التلفظ بها، خلص. بس واحد يستحضر أنه هو عم يعمل أعمال لعمرة التمتع، من حج التمتع. طيب، هذه الصلاة لا أذان لها ولا إقامة لها، تبتدأ بتكبيرة الإحرام بعد النية. تستطيع أن تجهر وتستطيع أن تخفت. الكيفية مثل صلاة الصبح. هلأ هذه الصلاة لها وقت ومكان، وقتها بعد الطواف،
ما في واحد يروح بعد الطواف يقعد ساعة وبعد ساعة يروح بده يصلي صلاة الطواف، لا، بده يخلص الطواف يخرج ويصليها بحيث أن يكون هناك موالاة، يكون هناك قرب بين الصلاة والطواف، قرب عرفي. أما مكان الطواف، إذا بتلاحظوا هلأ الناس عم بيطوفوا حول مقام النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه. الصلاة هي خلف مقام النبي إبراهيم، الصلاة هي خلف مقام النبي إبراهيم، هذا مقام النبي إبراهيم، الصلاة خلفه، هاي الكعبة هون، الصلاة خلفه. ينوي أنه وقف على كل طاعة وتخلف عن كل معصية، لأن الصلاة تمثل قمة الطاعة لله سبحانه وتعالى. الإمام قال لشبلي: فحين صليت، حين صليت فيه ركعتين نويت أنك اتصلت بصلاة إبراهيم؟ هذه الصلاة هي صلاة إبراهيم وهي خلف مقامه. نويت أنك اتصلت بصلاة إبراهيم وأرغمت أنف الشيطان لعنه الله؟ قال: لا. قال له: ما صليت. بعد أن ينتهي الإنسان من صلاة الطواف يذهب إلى الصفا، هناك يقف وينوي أنه يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. هلأ الشوط كيف يحسبه؟ كيف يكون حساب الشوط؟ حساب الشوط يكون بحيث الذهاب من الصفا إلى المروة واحد، الرجوع من المروة إلى الصفا اثنين، من الصفا إلى المروة ثلاثة، من المروة للصفا أربعة، من الصفا للمروة خمسة، من المروة، لاحظوا كيف، من المروة للصفا ستة، من الصفا للمروة سبعة. يعني الابتداء من أين؟ من الصفا. الانتهاء أين؟ بالمروة. أهم شيء الواحد يلتفت أنه الشوط مش روحة رجعة، الذهاب هو شوط والرجوع شوط. بينوي. هل النية شو هي النية؟ إذا بده يلفظها أنه أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حج التمتع من حجة الإسلام عن نفسي واجبا قربة إلى الله تعالى، التلفظ بهذه النية غير واجب، بيكفي القصد. بس إذا بده يتلفظ كونه عم بحج أول مرة هكذا، إذا عم بحج مرة ثانية مستحبة من دون حجة الإسلام وبدون واجب، ونيابة بيقول نيابة، بس يكفي القصد القلبي. بيوقف الإنسان بين الصفا والمروة، بيتوجه من الصفا إلى المروة، يتوجه إلى المروة، ينوي ويسير. هو يسير علي أن يلتفت أنه عادة بالمسير بيستقبل الصخرة التي هي مقابله، الصخرة المقابلة، يعني هو يذهب من الصفا إلى المروة يستقبل المروة بحيث أن لا يستدير، بحيث أن لا يستدير. يمكن أن يكون معه مثلا بعض رفقاء، بعض الحجاج، مش هو عم يمشي بيستدير وبيمشي عكسه، ما بيجوز. هو رايح بده يطلع قدامه ويمشي بشكل مستقيم، هو راجع بيطلع قدامه بيمشي بشكل مستقيم. إذا افترضنا بده يلتفت لشيء ما، لغرض ما، بيوقف بيلتفت وبيرجع بيمشي من محل ما وقف، مش من قدام، ولكن هو ماشي يستقبل ما أمامه. السعي لا يشترط فيه الطهارة ولكن يستحب فيه، يعني إذا واحد ما كان على وضوء ما في مشكل بالسعي، ولكن يستحب أن يكون على وضوء. شكل المسير، شكل المسير له أدب ولكن ليس له شرط فقهي بحيث أنه يجب عليه أن يسير ببطء، لا، يجب عليه أن يسير بسرعة، لا، يمشي بشكل طبيعي بين البطء والسرعة. نعم، إذا لاحظنا في داخل الصفا والمروة، بين الصفا والمروة يوجد
منارتان خضراوتان. المناورات إذا منلاحظ العمودين الخضراوين، بين العمودين الخضراوين يستحب للرجل أن يهرول، يستحب للرجل دون المرأة أن يهرول. طبعا هاي إلى بعد تاريخي ولها بعد معنوي. البعد التاريخي يحكى في بعض الروايات عن مسيرة هاجر سلام الله تعالى عليها، اللي إن شاء الله بحكي عنها بلقاء قادم إن شاء الله، وإلى بعد معنوي أنه الإنسان حينما يسعى هو يهرب من ذنوبه، هو يهرب من ذنوبه، ولكن إلى أين يهرب؟ الهرب من الذنوب يتمثل بمكان ما بالهرولة، وبمكان آخر وهو الأغلب بالمشي. ولكن حينما يهرب الإنسان من ذنوبه إلى أين يلجأ؟ الطفل حينما تضربه أمه يبكي، يريد أن يلجأ، إلى أين يلجأ؟ ألا تلاحظون أن الطفل في كثير من الحالات تضربه أمه فيبكي ويلجأ إلى أمه، يشكو أمه لأمه، لأن عاطفته تشده نحوها. الإنسان حينما يذنب يهرب من ذنوبه، يهرب من عقاب الله، ولكن إلى أين يهرب؟ اللهم إني هارب منك إليك. السعي بين الصفا والمروة هو هروب من ذنوب الإنسان، وهو مذلة، وهو مذلة لبعض المتكبرين حينما يذهبون ويرجعون، يذهبون ويرجعون، يذهبون ويرجعون، وهو تعبير معنوي بأن الملجأ هو الله سبحانه وتعالى. السعي له أسرار، هذه الأسرار عبر عنها في بعض الروايات كما نلاحظ في بعض النصوص، بأن السعي هو هروب إلى الله سبحانه وتعالى. في تعبير الإمام زين العابدين يقول لشبلي في الحوار: فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله، وعرفت ذلك أو عرف ذلك منك علام الغيوب، وأنك تسعى بين الرجاء والخوف. لأنه الإنسان بين الرجاء والخوف قلبه يكون بينهما، وهما ككفتي الميزان، يرجو الله بنفس الوزن الذي يخاف فيه من عقابه سبحانه وتعالى. هذه البقعة، الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى. والنبي صلى الله عليه وآله كان يقول: الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه. والإمام الخميني قدس سره كان يتحدث عن السر قائلا: أثناء سعيكم بين الصفا والمروة اسعوا سعي من يريد الوصول إلى المحبوب، من يريد الوصول إلى الله الذي يحبه والذي يعشق. ينتهي الإنسان بسعيه في صخرة المروة، عليه عمل أخير في العمرة وهو التقصير. التقصير هو أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو من ظفره كما يقول كثير من الفقهاء، إما هو يأخذ شيئا من شعره، أو يأتي إنسان آخر قد فك إحرامه. ما في واحد هو محرم أن يأخذ من شعر غيره، يا بيأخذ هو من شعره، يا بيشوف واحد فك إحرامه وهو الذي يأخذ شيئا من شعره. التقصير هو أخذ جزء من الشعر أو قص بعض الأظافر كما يقول جملة من الفقهاء. نيته أقصر لعمرة التمتع، من حجة التمتع، من حجة الإسلام، عن نفسي واجبا قربة الله تعالى، ولا يجب التلفظ بها. وهذه النية
اللي ممكن هناك تكون سريعة جدا يعقبها قص الشعر، حينما يقص الإنسان شعره يكون قد حل نفسه من الإحرام، فك الإحرام، رجع هلا لطبيعته الأولية من حيث الحكم الشرعي، ويستطيع أن يستعمل الطيب، أن ينظر في المرآة، أن يتظلل. هذه المحرمات التي هي محرمات عارضة أثناء الإحرام كلها تتوقف، ويستطيع أن يتمتع، لذلك سميت بعمرة التمتع، يستطيع أن يتمتع بما حرم عليه. كان يحرم عليه أن يتمتع بالنظر إلى المرآة، الآن يستطيع أن يتمتع بالنظر إلى المرآة. كان يحرم عليه أن يتمتع بالعطر، الآن يستطيع أن يتمتع بالعطر. يعني هذه التمتعات التي كانت محرمة عليه الآن أصبحت جائزة. والتقصير له أسرار. الإمام زين العابدين عليه السلام يكمل حواره مع شبلي: نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعت بني آدم، وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك. وهو يشير أن التقصير يخرج الإنسان من ذنوبه كما ولدته أمه، بهذا يقضي الإنسان المرحلة الأولى من الحج، ليبقى أياما في ضيافة الله التي لابد أن يتعرف عليها قبل أن يبدأ رحلة الحج الإبراهيمي. وهذا ما أتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء المقبل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.